يلا يا اصحاب يلا يا احباب نفرح بالعيد الكل سعيد يا عيد فرحان بالعيد يا عيد الكل سعيد يا عيد فرحان بالعيد يا عيد يلا يا اصحاب يلا يا احباب نفرح بالعيد يلا يا اصحاب يلا يا احباب نفرح بالعيد الفرحة هلت يا عيد والبسمة طلت يا عيد الفرحة هلت يا عيد والبسمة طلت يا عيد يلا يا اصحاب يلا يا احباب نفرح بالعيد يلا يا اصحاب يلا يا احباب نفرح بالعيد الكل سعيد يا عيد فرحان بالعيد يا عيد الكل سعيد يا عيد فرحان بالعيد يا عيد يلا يا اصحاب يلا يا احباب نفرح بالعيد يلا يا اصحاب يلا يا احباب نفرح بالعيد الكل سعيد يا عيد فرحان بالعيد يا عيد الكل سعيد يا عيد فرحان بالعيد يا عيد يلا يا اصحاب يلا يا احباب نفرح بالعيد يلا يا احباب نفرح بالعيد الفرحة هلت يا عيد والبسمة طلت يا عيد الفرحة هلت يا عيد والبسمة طلت يا عيد يلا يا اصحاب يلا يا احباب نفرح بالعيد يلا يا اصحاب يلا يا احباب نفرح بالعيد الكل سعيد يا عيد فرحان بالعيد يا عيد الكل سعيد يا عيد فرحان بالعيد يا عيد يلا يا اصحاب يلا يا احباب نفرح بالعيد يلا يا احباب نفرح بالعيد الكل سعيد يا عيد فرحان بالعيد يا عيد الكل سعيد يا عيد فرحان بالعيد يا عيد يلا يا اصحاب يلا يا احباب نفرح بالعيد يلا يا اصحاب يلا يا احباب نفرح بالعيد نفرح بالعيد نفرح بالعيد. أعزائي المشاهدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا هلا فيكم، الله يحييكم بالحب والمودة، احنا نحييكم مع العيد السعيد. نقدم برنامج افرح وامرح، تعالوا معنا الى فقرات جميلة ورائعة وأناشيد خاصة بالعيد. تعالوا معنا الى اولى الفقرات، فإلى هناك، فإلى هناك. أيها الأخوة المشاهدون، ويسرنا أن نلتقي مع بعض الأصدقاء في العيد. نتعرف عليك يا بطل. عبد الله سعد أبو حامد. عبد الله كل عام وأنت بخير. وأنت بخير. ماذا تقدم لإخوانك المشاهدين بمناسبة العيد السعيد؟ أهني خادم الحرمين الشريفين بهذا العيد السعيد، والوالدي والأهل والأقارب ولجميع الأصدقاء. ونحن نقول لك كل عام وأنت بخير وشكرا لك. وهيا الآن يا أصدقائي تعالوا نلتقي لنتعرف على بعض الأصدقاء. الاسم عبد العزيز سعد راشد ابو حامد. يا عبد العزيز كل عام وانت بخير. انت بخير. ماذا تقدم لاخوانك المشاهدين بمناسبه العيد السعيد؟ اهني خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز، واهني ولي العهد الامير عبد الله بن عبد العزيز، والنائب الثاني الامير سلطان بن عبد العزيز يحفظهم الله ويرعاهما، واهني الوالدان واهني الاهل والاخوان والاصدقاء. هيا هيا تعالوا. الاسم عنود البدر. اخت عنود كل عام وانت بخير. وانت بخير. ماذا تقدمين لاخوانك المشاهدين بمناسبه هذا العيد السعيد؟ احب ان اهني خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز بالعيد السعيد، وهني ماما وبابا واقول لهم كل عام وانت بخير. وانت بخير. وننتقل ايضا لتعرف على المزيد من الاصدقاء. اسمك مدى دلالة المال يوسفي. مدى كل عام وانت بخير. وانت نحن. عندك نشيد مناسبة العيد؟ ايوه. تفضلي. امي وابي يا قمري نور القلب ونور العين، لكما مني الف تحية، كل صباح كل عشية، من ذا غيركما يسهر يرعاني حتى اكبر، من ذا رباني في المجد، طفل يسعى نحو النجد.
هيا نفرح نفرح نفرح، هيا نمرح نمرح نمرح، هيا نفرح نفرح نفرح، هيا نمرح نمرح نمرح. جاء العيد جاء العيد جاء العيد جاء العيد جاء العيد جاء العيد. كل عام وأنتم بخير، عيدكم مبارك. تقهوى أول. أكرمك الله، تسلم. أعزائي المشاهدين، أحبابنا الصغار، كل عام وأنتم بخير ومن العايدين الفائزين. طبعا كما عودناكم الحقيقة نقدم بعض الألعاب الصغيرة الجميلة، والهدف أن نقضي وقت مع الأحباب والأصحاب، وقت جميل ورائع، فيه ألعاب، فيه حركة، فيه نشاط. طبعا معنا أول شيء مجد اليوسفي. مجد جاهزة يا مجد؟ جاهزة؟ طبعا يا مجد. ها سارة، سارة. طيب سارة، الحقيقة اسمها مجد بس هي تحب نقول لها سارة. سارة طيب جاهزة؟ يلا نرمي الكور. وين يا سارة؟ أيوة هنا. غمضي عينك أول شيء. جاهزة؟ بسم الله، يلا نبدأ. نشوف نشوف، يلا مجد. واحدة، جميل، هذه واحدة برا، وواحدة برا بعد. يا سلام يا مجد، ممتاز يا مجد، محاولة ممتازة وما قصرت يا مجد. يلا نشوف مشاري، ارجع ورا مجد. أيوة مشاري، غمض عينك. يلا مشاري، مشاري المعمر. يلا يا مشاري، واحدة ما شاء الله يا مشاري، وثنتين ما شاء الله عليك يا مشاري، وثلاث يا مشاري، ومحسوب ثلاثة المشاري. حيو مشاري حيو. ويلا نشوف بعده علي. يلا يا علي، علي محمد. يا علي يا علي يا علي، بسم الله ابدا يا علي. واحدة خارج المرمى، وخارج المرمى، وفي المرمى، وهدف جميل، مبروك. عفير عفير، خذي الغطاء حق العين، غطي، لا غطي عينك معلش. شوف عبير، يلا يا عبير، بسم الله، ممتازة في الكاميرا هناك. وين يا عبير؟ يلا اثنين، صح صح صح. ثلاثة، ممتازة. واحدة واحدة واحدة. نشوف هيفا، غطي عينك يا هيفا. يلا نمسك هذه، غطي عينك يا هيفا بسرعة. يلا نشوف هيفا، هيفا الإبراهيم. يا هيفا يا سلام يا هيفا، ارجع شوي هيفا برجلك، لا لا قدمي شوي يا هيفا، بس ممتاز، ابدأ يا هيفا. يلا واحدة وثنتين وثلاث، ها ثنتين، نقول ثنتين يا هيفا، ممتازة. حيوهم، تفضلي. طبعا أعزائي المشاهدين، ذكرنا ليس الهدف الفوز والخسارة، هدف نشارك نلعب نستمتع نقضي وقت جميل مع بعض في المنزل، وخاصة بوجود الأصحاب والأحباب في هذا العيد الجميل المبارك. أعزائي المشاهدين، تم تسليم جوائز جميلة وقيمة من مطاعم ماريز، شكرا لماريز على هذه الجوائز القيمة. سمسم، شكرا يا سمسم. إيش هذا يا سمسم؟ طبعا الجوائز عبارة عن وجبة للطفل، وكذلك هدية للأم والأب من حلويات ماريز، وهدية قيمة. شكرا، تفضل يا علي، تفضل. وعبير تفضلي، وسارة تفضلي سارة، ومشاري تفضلي مشاري، وهيفا. نقول ألف 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 مبروك. كل عام وأنتم بخير، أهني أبوي وأمي أخواني عماني محمد الراجح. كل عام وانتو بخير، من العايدين من الفايزين. انتو دخلني ربي الجنة، قربك غاية ما اتمنى،
أن تدخلني ربي الجنة، قربك غاية ما أتمنى، وتهبني الدرجات العليا يا ذا المنة يا ربي، يا ذا المنة يا ربي. يا لهنا يا حين ألاقي في الجنة صحبي ورفاقي، يا لهنا يا حين ألاقي في الجنة صحبي ورفاقي، نفرح بلقاء الخلاق يا ذا المنة يا ربي. أن أشرب من حوض الكوثر وحبيبي يسقيني أكثر، أن أشرب من حوض الكوثر وحبيبي يسقيني أكثر، أن أنظر للوجه لأنور يا ذا المنة يا ربي، يا ذا المنة يا ربي. شكرا. أعزائي المشاهدين، في هذه الفقرة نتعرف على بعض الأدوات القديمة المستخدمة في القديم. معي مجموعة من المشاركين نتعرف عليهم. أول شيء أعطيني الأداة المستخدمة. هذه الأداة أمامكم على الكاميرا واضحة أعتقد، ها، وجميلة جدا. نتعرف على أحد المشاركين، اسمك؟ محمد صلاح الدغيري. محمد، تقدر تقول وش الأداة يا محمد؟ حفافة. حفافة، يا سلام. اسمك؟ إيمان حسن الألوان. إيمان، إيمان إيش هذه يا إيمان؟ ساعة. ساعة. اسمك؟ مشعل صالح الدغيري. مشعل، إيش هذا؟ منفاخ. منفاخ، جميل. عبد الرحمن أحمد جبيل. عبد الرحمن، إيش هذا يا عبد الرحمن؟ أقفاء. جميل جداً. وأنت إيش اسمك؟ فيصل. وإيش هذه فيصل اللي جبتها تو؟ هذه لتفخ الكور. تفخ الكور، رائع وجميل جدا جدا جدا. دعونا ننتقل إلى مجموعة أخرى من المشاركين ونتعرف على هذه الأداة الغريبة اللي قالوا فيها حقيقة أسماء لأول مرة أسمعها في حياتي. اسمك يا بطل؟ عبد الرحمن علي عبد الكريم. عبد الرحمن، تقدر تقول لي وش الأداة يا عبد الرحمن؟ هواية. هواية، وش تستخدم عشان إيش؟ للفحم. للفحم، جميل جدا. اسمك يا بطل؟ عبد الله مجبير. عبد الله مجبير. عبد الله، هذه وش كانت تستخدم عشان ايش؟ هواية. أعزائي المشاهدين، استمتعنا وإياكم مع هذه الإجابات اللطيفة والظريفة من الأحبة الصغار. حقيقة الإجابة الصحيحة اللي كانت طبعا عن الأداة المستخدمة هي ايش؟ منفاخ. المنفاخ، مشعل، ها؟ تقول لي وش كانت تستخدم عشان ايش؟ اشتعال الضوء، ازدياد اشتعال الضوء. ايوه. أو الفحم. ازدياد يعني تسريع ايش؟ اشتعال الضوء. جميل، مشعل ما شاء الله. عندكم واحدة في البيت اكيد؟ نعم، جدي. جدك، عشان كذا عرفتها. عموما الأحبة الصغار معذورين انهم ما عرفوها. طبعا الجوائز المقدمة مجموعة من الجوائز القيمة، وجبة للطفل وكذلك هدية للأم والأب من ماريز. ماريز قدمت لنا جوائز هذا العيد المبارك. شكرا لماريز وشكرا للأحبة الصغار اللي شاركوا معنا في هذه الفقرة. أنا طيري 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 غني يا عصافيري، ألا طيري 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 غني يا عصافيري، سيو 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 سيو، دوري دوري وامرح دوري، دوري دوري وامرح دوري، ألا طيري 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 غني يا عصافيري، سيو 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 سيو، دوري دوري وامرح دوري دوري. ابو طحونه، ابو طحونه نايم ذا حدين عبد الحزه. ايوه، مساك بالخير، كيف حالك؟ تامر صارت كات حد يمينك. قرب جاي قرب جاي، مساك بالخير، كيفك؟ ما ودي اكثر معك الهرج، انا جايب لك هديه. ايش تبي؟ افا، جايب لك هديه. وش؟ عطر. انا اجيب لك عطر. ها يا اخوي، انا جايب لك صروخ. لا توهق، الله يرحم لي والدينك. اسمعني، اسمع، ناظر جاي، لا حد ينتبه. امسك الشروخ، مفعوله قوي، انتبه على نفسك، ها. ابشر، ولا يسهل للرجال. تسلم. تامرني شيء؟ مالك من يرده الليله، ها. ما عندك
عايدين عطكم بترون تعيدون، انا بعيد في المستشفى، لا عادت من الشروخ، ليش لا بشروخ انا؟ ليش لا بشروخ؟ ليش؟ 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 بسم الله الرحمن الرحيم، وهنئوا الأمة الإسلامية بحلول هذا العيد المبارك، وكل عام وأنتم بخير. بسم الله الرحمن الرحيم، وهنئوا والدي وجميع المسلمين، وكل عام وأنتم بخير. بسم الله الرحمن الرحيم، أهني أخو فيصل وجميع المسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم، أهني أمي وأبي وجميع المسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم، أهني أبي وأمي وأخواني وأخواتي بحلول هذا العيد السعيد، وكل عام وأنتم بخير. لعبة جميلة في المنزل، لعبة الأقدام، الرياضيات بالأقدام، اللي هي الأرقام بالأقدام. طبعا لعبة حقيقة غريبة عليكم، لكن أبقوم بشرحها بشكل سريع. لاحظوا من 1 إلى 5 موجودة على الأرض. طبعا مش المطلوب، المطلوب شيء بسيط، يعني بقول مثلا رقم 7 واضح، رقم 7 إنه 2 زائد 5. إيش المطلوب منك يا خالد سليمان؟ طيب جميل، يعني توصلوا لهذه الأرقام. جاهزين؟ نبدأ. كويس في الرياضيات سليمان خالد. 5، اللي وصل أول خالد، تحية لخالد، ما شاء الله خالد فعلا استطاع أن يحصل على أول نقطة. جاهز سليمان؟ الرياضيات ضعيف سليمان. 8،
طبعا. ثمانية سليمان صح. ثلاثة مع خمسة، ثلاثة زائد خمسة كم؟ ثمانية. يا بنات جاهزين؟ كويس في الرياضيات؟ مدى وغيدة، مدى اليوسفي وغيدة الفياض. سبعة سبعة، ايوه. مدى خمسة زائد اثنين سبعة، وانت تأخرتي يا غيدة. نرجع مرة ثانية، يلا استعدوا. تحية تحية تحية. مدى ما شاء الله عليها مدى، وما شاء الله على غيدة بعد. تسعة تسعة. غيدة تفضلوا. تعادل. إذن النتيجة التعادل بين مدى وغيدة، وشكرا لكم. تفضلوا ناخذ الفريق الثالث، ياسر ومحمد. ياسر ومحمد نعطيكم أرقام كبيرة، أنتم أرقام صعبة. إيش رأيكم؟ جاهزين؟ أربعة. أول محمد تفضل. نرجع، واحد لمحمد واحد لمحمد. جاهزين؟ أقول سبعة. مين؟ ياسر. سوا ولا ياسر؟ ياسر. ياسر. تعادل، التعادل بين الفريقين. نحط آخر آخر نقطة، إيش رأيكم؟ ولا التعادل كويس؟ تعادل ممتاز. حيوهم حيوهم حيوهم. أيوه أيوه أيوه. جميع المشاركين تفضلوا معنا، تفضلوا المشاركين معنا، تفضلوا تفضلوا المشاركين معنا كلكم. نقول ألف شكر لمطاعم ماريز، وجبة للطفل وهدية قيمة، وكذلك هدية للأب والأم، كمية من الحلويات الجميلة الرائعة الفاخرة. أول بنات طبعا مدى وكذلك غيدة. تفضل يا غيدة، خطابين، ورقتين للوجبة وللحلويات. ومين معانا؟ خالد ولا سليمان؟ خالد. ومحمد يا محمد، مبروك يا محمد. مطاعم ماريز قدمت لنا هذه الهدايا، وسليمان يستاهل، وياسر. وتحية 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 لمطاعم ماريز. حيوهم، حيو مطاعم ماريز. وللمشاركين وللمشاركين معنا كذلك أجمل تحية، وكل عام وأنتم بخير. ومن العايدين الفائزين، جاء العيد جاء العيد، هذا اليوم علينا سعيد، عيد الفرحة عيد البسمة عيد البهجة والتغريد. أعزائي المشاهدين، معنا أحد الأحبة الصغار، أتعرف عليه بالأول. اسمك؟ فيصل خالد اليمني. فيصل، يا فيصل نقول ما شاء الله تبارك الله، ولابس ومتجهز للعيد. إيش تحب تقول للي يشوفونك في التلفزيون؟ إيش تقول لهم بالعيد؟ وش تقول لهم عن العيد؟ تقول وش تقول عن العيد؟ العيد ايش حلو، كل عام وانتم بخير، ومن العايدين الفايزين. العيد حلو. ايوه. جوازية حلوه. ايوه. ايش بعد؟ يا سلام. كل اللي في العيد حلو. يا سلام. والسعوديه حلوه. السعوديه حلوه. وانت حلو صح. طيب بسالك يا فيصل، اسمك فيصل صح؟ إيه. انت وش سويت في العيد؟ شاركت. ايوه ممتاز. لعبت ولا ما لعبت؟ ما لعبت. بتلعب اليوم ان شاء الله؟ ايه. بتروح للالعاب والملاهي؟ ايه. تفرح؟ ايه. طيب ابسالك، معلش لونه تدخل شخصي، شيء شخصي في حياتك الشخصية، ممكن اسالك هالسؤال؟ ايه. وش اللي في جيبك الان؟ بشوف. قلم سكواك. قلم ومسواك؟ إيه؟ أشوف أشوف، ما أصدق. مسواك قلم، هذا قلم. معقول معك مسواك؟ إيه. مو الله الله الله، والله تستاهل تحية وتحية وتحية. أنا أبغى المشاهدين اللي يتابعون معنا يحيونا الآن. شفتوا؟ برغم ما شاء الله فيصل، كم عمرك يا فيصل؟ إيه. عمرك؟ نسيت عمرك؟
يعني أنت يعني دخلت المدرسة ولا لسه؟ لا. طلعت من المدرسة يعني؟ عطلت. ها؟ خذيت الإجازة. أخذت الإجازة؟ ما شاء الله ما شاء الله، حقيقة ممتاز جدا ما شاء الله عليك. طيب فيصل نبغى تتسوق، كيف تتسوق؟ وريني كيف؟ سوق؟ إيه سوي مسواك كذا. أيوه. حط القلم. يا سلام. ممتاز. يا سلام. وريهم كيف يسوق، قول للصغيرين كلهم لازم يتسوقوا. أيوه. طيب إيش فائدة المسواك؟ إذا أنت ذكي تقول. ذكي. إيه إذا ذكي تقول، وإيش فائدة المسواك؟ تنظف الأسنان. أيوه. ممتاز. طيب كل يوم تشتري مسواك ولا يوم الجمعة بس؟ أنا أشوف أبوي مع مسواك، أقول أبوي يعطي مسواك يعطيني. يا سلام يا فيصل، أنت طبعا متفوق ممتاز، ونقول لك شكرا ونقول لك. بس أنا شايف حاجة حقيقة زعلان منها أنا. ليش هي؟ أنا شايف سوسة في أسنانك. وينها؟ افتح فمك شوف. لا ما شاء الله، والله آسف أنا افتكرتها سوسة. هذه مو سوسة؟ لا. إيش هذه؟ سن مكسور. سن مكسور؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. ليش حادث ولا وش اللي صار؟ ولا في السيكل صدمت أحد؟ لا. ومنكسر. أيوة. قمت أبوي وداني للدكتورة. أيوة. وحطتني. فيصل في العيد في ناس يأكلون شيء كثير كثير كثير، وشو؟ حلاو. طيب وش رأيك؟ وش تقول لهم اللي يأكلون حلاو كثير؟ أقول لهم لا تأكلون حلاو ترى سوسة أسنانكم. يا سلام. طيب نبي تقول لهم شيء ثاني بعد، إيش تقول لهم؟ فرشوا أسنانكم. يا سلام يا سلام يا سلام. طيب يا فيصل يا مؤدب يا جميل، إيش هذه يا فيصل؟ هذه مدخنة. إيش يسوون فيها هذه؟ هذه يقولون بها كذا. إيش يقولون فيها؟ يقولون بها كذا. ليش يقولون كذا؟ بس كذا. بس كذا. طيب أسألك سؤال مهم جدا. مزاج. طيب بسألك عن وزارة الصحة، وش تسوي وزارة الصحة؟ أدرس فيها. طيب وزارة المعارف؟ أدرس فيها. لا ما أدري وش يسوون. طيب الشرطة؟ يمسكون. وش يمسكون؟ يمسكون اللي يقطع الإشارة. أيوة. ولا اللي يسرع. الجوازات وش يسوون الجوازات؟ يجوزون الناس. يجوزون الناس؟ الجوازات والله ممتاز، لو كان الجوازات يجوزون الناس شيء جميل. بسرعة طلعونا. الفرحة هلت يا عيد والبسمة طلت يا عيد، الفرحة هلت يا عيد والبسمة طلت يا عيد، يلا يا أصحاب يلا يا أحباب نفرح بالعيد، يلا يا أصحاب يلا يا أحباب نفرح بالعيد، الكل سعيد يا عيد فرحان بالعيد يا عيد، الكل سعيد يا عيد فرحان بالعيد يا عيد، يلا يا أصحاب يلا يا أحباب نفرح بالعيد، يلا يا أصحاب يلا يا أحباب نفرح بالعيد، الفرحة هلت يا عيد والبسمة طلت يا عيد، الفرحة هلت يا عيد والبسمة طلت يا عيد، يلا يا أصحاب يلا يا أحباب نفرح بالعيد، يلا يا أصحاب يلا يا أحباب نفرح بالعيد، الكل سعيد يا عيد فرحان بالعيد يا عيد، الكل سعيد يا عيد فرحان بالعيد يا عيد، يلا يا أصحاب يلا يا أحباب نفرح بالعيد، يلا يا أحباب نفرح بالعيد، الكل سعيد يا عيد فرحان بالعيد يا عيد، الكل سعيد يا عيد فرحان بالعيد يا عيد، يلا يا أصحاب يلا يا أحباب نفرح بالعيد، يلا يا أصحاب يلا يا أحباب نفرح بالعيد، الفرحة هلت يا عيد والبسمة طلت يا عيد، الفرحة هلت يا